السعودي قبل الآن يوجد فيه منصة في الوزارة من خلال المنصة الزراعي في أيقونة خاصة بسعودي قاب، ممكن إذا حب أي مزارع الدخول على للحصول على هذه الشهادة، الشهادة أيوة. السعودية للممارسة الزراعية الجيدة. هذا سؤال قادم كنت بسأله، إيه؟ الطرق الحصول عليها، هل كل مزارع يستطيع يحصل عليها؟ مبدئيا توجهت الوزارة للمزارع الأكثر من 500 هكتار، ولكن احنا سوينا تعميم انه ما في مانع للدخول جميع المزارع بمساحات، بغض النظر عن مساحتها الكبيرة، بس عن لازم ان يكون جاهز، مزرعته جاهزة بحيث انه يقدر يستطيع الحصول على الشهادة. على الشهادة. وطريقة التقديم عليها عن طريق المنصة، فيها منصة زراعة فيها أيقونة خاصة بسعودي قاب، ممكن يستطيع الدخول إليها ويخش إذا حب يعني دعم من الوزارة، ممكن يوصلنا طبعا أثناء التقديم، توصل إلى الوحدة السعودية